السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا، صباح الخير دي اكس ان. نعود إلى برنامجنا التدريبي ومع مدرب مخضرم في عالم دي اكس ان، استطاع أن يقدم لنا الكثير من خبراته الرائعة في طريق تحقيق الحرية المالية مع دي اكس ان، وهو المهندس حسام علي المعروف للجميع في استراتيجيات العمل واستراتيجيات النجاح وكيفية صناعة الأهداف للوصول إلى الحرية المالية. وأحب أن أقدم نبذة مختصرة عن المهندس حسام علي، وهو يحمل بكالوريوس الهندسة الكيميائية، مسؤول السلامة والبيئة الصحية المهنية في معهد النفط التدريبي، عضو الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية، حامل وحاصل على شهادة المعهد البريطاني للصحة والسلامة المهنية في القيادة الآمنة، عضو اللجنة المركزية للسلامة في وزارة النفط العراقية، وكذلك حاصل على شهادة إعداد المدربين TOT، مدرب دولي في DXN في عالمنا العربي وفي عموم الشرق الأوسط. هو الآن في مرتبة Executive Double Diamond، يعني ما نسميه دائما EDD، وانتسب إلى DXN منذ عام 2015 ومستمر إلى الآن، والآن هو متفرغ للعمل بشكل كامل في DXN، وهذا يؤكد بأنه فعلا سلك طريق النجاح واستطاع أن يحقق الحرية المالية، ونسأل الله له التوفيق. يسعدني أن أقدمه لكم وأن أحييه قبل أن أقدمه لكم، وأسأل له التوفيق في هذا البرنامج التدريبي بإذن الله تعالى، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخواني جميعا، وأسعد الله مساءكم وصباح الخير ديكسن. شكرا للأخ الحبيب دكتور عبد الرزاق هذه المقدمة، اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن الظن. شاكر لجميع أساتذتي الموجودين في هذه المجموعة، ابتداء من سفيرنا الملك أستاذ أحمد المسعدي وأستاذنا محمود المصري وجميع الأخوة المدربين والمتدربين ومن يسمعنا في أي مكان في الشرق الأوسط وفي عموم العالم، لأن نحن في شركة عالمية وامتداداتنا عالمية وطموحاتنا عالمية. حقيقة أنا سعيد بتواجدي مع هذه الفلة الكبيرة، سعيد بتواجدي بينكم متعلما، وإن شاء الله تعالى نكون عند حسن الظن ونبدأ بتلاقح الأفكار، نبدأ بطرح مسائل هي أراها هامة حقيقة حتى ننضج مع مشروعنا الريادي، وأقصد بننضج أنه نرتقي من رتبة الحسن إلى الأحسن ومن رتبة الأحسن إلى الأفضل، وإن شاء الله نحن في ارتقاء تام وارتقاء مستمر مع شركة تستحق منا الكثير وأنتم تستحقون الكثير. لكن كعادتي أنه حقيقة لابد أن نتفق على المقدمات حتى نتفق على ما أقدم. الآن يا أخواني نرى حقيقة كثير من العلوم بدأت بالنضج، وكثير من التجارات والأفكار التجارية ومنها الأفكار الريادية المتعلقة حتى في صناعة البيع المباشر بدأت بالنضج، واليوم نرى أفضل من البارح، والبارح نراه أفضل من قبل سنة، وقبل سنة نرى فيه تحديات أكثر من قبل سنتين، وهكذا. وبالتالي احتياجات الناس تؤدي إلى توفير حلول لهذه الاحتياجات، فبدأت كثير من الجهات المعنية بجانب التدريب، المعنية بجانب المال والأعمال، المعنية بجانب التطوير، بإنضاج كثير من العلوم. الآن إحنا نعيش في حقيقة نضج فكري، ونعيش في نضج حتى على مستوى الوسائل. سابقا كنا نتكلم عن الأهداف ونقول الأهداف نضجت وأنضجت من قبل المختصين، نقول الآن حتى الوسائل بدأت تنضج وبدأت تتوجه على أنه فعلا يجب أن تكون وسائل متطابقة مع الأهداف الموضوع حتى تنجح وتنجح. اليوم نحاول أنه نسلط الضوء على مقدمات هي عبارة عن أساسيات، إذا أتقناها وفهمناها النتائج ستكون مضمونة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ما يخفى عليكم، المقدمات الصحيحة تؤدي إلى النتائج الصحيحة، والسنن الكونية والسنن الشرعية تدل على أنه كل إنسان يسعى في مقدمة صحيحة يحصل على نتائج صحيحة بغض النظر عن خلفيته. فبالتالي نريد اليوم نقدم مقدمات أساسية وهامة في صناعتنا وهامة في بناء الفريق الفعال
وأقصد كثيرا بالفريق الفعال، الفريق اللي سيوصلك إن شاء الله تعالى إلى الاستقلال المالي ثم الحرية المالية. كل إنسان حقيقة يعني ناصح مثل ما يقولون إخواننا الشاميين، وكل إنسان عاقل يجب أن يمر بثلاث أو تمر حياته ومجريات حياته بثلاث أسئلة يسأل نفسه قبل أن يخوض في أي مجال، وممكن أن تكون أربعة: لماذا وماذا وكيف، وأحيانا يضاف ماذا لو. لماذا أنت في أي عمل أو في أي علم معين أو أي مجال معين في حياتك، سواء كانت على المجال العملي أو على المجال العلمي أو مجال الحياة المختلفة، تحتاج تسأل نفسك لماذا أنا في هذا المكان، لماذا أقرأ هذا الكتاب، لماذا أتعلم هذا العلم، لماذا دخلت مع هذه الشركة، لماذا لماذا. فيجب أن يكون عندك لماذا بالدرجة الأولى، لأن سوف ينبني على لماذا الخطوات التالية، هي ماذا، ما الذي ستقوم به حتى تصل لهذه الأهداف. طيب إذا حققت ما الذي ستقوم به، الآن ممكن تبدأ بالكيفية، تبدأ بالوسائل اللي توصلك لهذه الأهداف، ثم بذكائك تضع ماذا لو احتجت إلى تحديث أو تصحيح للمسار، لأن كل إنسان ذكي يضع له أهداف ذكية، ومن مواصفات الأهداف الذكية يجب أن تكون مرنة، قابل للتحديث، قابل للتطوير. وقد يستلزم التطوير أنه تلغي كثير من الخطوات اللي تستغرق من عندك جهد كبير مقابل نتاج ضعيفة، تستبدلها بخطوة بسيطة ممكن أن تستغني بها عن كثير من الجهد والوقت. الآن إخواني في دي أكسن الناس ما تخرج عن أصناف ثلاثة أو أربعة. الصنف الأول دخل مع دي أكسن كمستهلك، إعجابه بالمنتجات الصحية وأثرها الصحي كغذاء صحي متوازن ونمط صحي وثقافة صحية. ممكن تحول إلى مستهلك حكيم، يعني سابقا كان مستهلك للمنتجات عن طريق أحد الأعضاء أو من دعا للشركة، ثم تحول إلى مستهلك حكيم يريد أن يخرج بمنتجاته الصحية الاستهلاكية مجانا أو ما يقرب من هذا، أو مستثمر. فأنت في البداية تحتاج أنك تسأل نفسك أنت من أي صنف موجود من هذه الثلاث أصناف. هل أنت مستهلك؟ فأنت يجب أن تتعامل مع المشروع كمستهلك، أو أنت مستهلك حكيم فيجب أن تتعامل مع المشروع كذلك كمستهلك حكيم، تريد أن تخرج بمنتجاتك الصحية مجانية أو يزيد عن هذا، أو تريد أن تكون مستثمر. أنا الآن راح أتكلم عن الفئة الثالثة اللي هي ريادة الأعمال ورائدي الأعمال والمستثمر الأذكياء. يستغرب الأخوة أنه يعني كيف بدأت بهذه المقدمة. حقيقة اليوم نريد نتكلم بأسلوب آخر، نبدأ من النتائج حتى نستدل عن النتائج من خلال المقدمات الصحيحة، لأن إحنا نريد نحدد لماذا. الآن حقيقة من أروع ما قرأت لروبرت كايوساكي ومن أروع ما ألف في هذا المجال هو هذا الكتاب أو الكتيب، النموذج الرباعي للتدفقات النقدية. طبعا هذا لو شوفون حتى الاسم الملحق بالاسم سماه الكاتب دليل الأب الغني لتحقيق الحرية المالية. طبعا إحنا الآن موجودين رواد أعمال، الكل ينشد الحرية المالية، أن يكون لك دخل متنامي يكفيك ويزيد عن حاجتك، لكن لا يستلزم وجودك في محل العمل، وممكن أن يكون هذا الدخل يدار من خلال نظام ذكي، مثل ما راح نذكر أنه روبرت كايوساكي كيف تعامل مع هذه المقدمات وهذا النموذج الذكي اللي يعتبر من أفضل ما ألف في هذا المجال للتدفقات المالية ومصادر الأموال عالميا، وكيف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل، وكيف تجعل المال يخدمك ولا تقوم بخدمة المال وتضع وقتك مقابل المال. فراح نبدأ بالنهايات ثم ننتقل للمقدمات إن شاء الله تعالى. روبرت كايوساكي يجعل الناس أربع أصناف، سمام صنف اليسار وصنف اليمين، صنف الفقير، صنف الأب الفقير، وصنف الأب الغني. الصنف الأول طبعا في جهة اليسار هو الإي، يعني يقصد بـ employee اللي هو الموظف، وهذا معروف الموظف حاله. والصنف اللي تحته اللي هو الأس اللي هو self employed اللي هو صاحب العمل الحر. والصنف الثالث من جهة اليسار اللي هو البي بزنس اونر او رجل الاعمال. الصنف الرابع هو المستثمر انفستر. طبعا راح نشوف ايش الفرق بين صنف وصنف، واحنا لازم او يجب ان نكون في اي جهه، واحنا الان وين، ويجب ان يكون يجب اين نكون في المرحله التاليه حتى نضع خطه مناسبه. الان اغلب الناس اما يكون موظف، وهذا موظف معروف، والموظف هنا قد يدخل معه صاحب الدخل المحدود، ما يشترط بوظيفه أن تكون وظيفة حكومية أو وظيفة مع شركة معينة، قد يكون صاحب دخل محدود مع شركة صغيرة. هذا الصنف فيه مخاطرة لأنه يبذل المال مقابل وقت،
طيب الصنف الثاني وهو صاحب العمل الحر. الآن صاحب العمل الحر في دي اكسن هو العضو الجديد، خلينا نفترض هذه الفرضية حتى نقرب الفكرة. صاحب العمل الحر هو صاحب عمل حر يدير عمله لنفسه، لكن يستلزم وجوده في محل العمل، وهنا المخاطرة. هنا المخاطرة أنه عندنا صاحب عمل حر دخله يعتمد على جهده البدني، أنه يعمل يأتي دخل، ما يعمل ما يأتي دخل، يبادر بالعمل بنفسه وبيده وبكسبه، يأتي الدخل، إذا توقف لسبب ما سيتوقف الدخل. فهذا كذلك في مخاطرة، لأنه الآن يقدم الوقت مقابل المال. الصنف الثالث صاحب عمل حر لكن عنده نظام يدار من خلال هذا النظام عمله، فلا يستلزم وجوده في محل العمل، لأن النظام راح يدير له العمل والأموال تتدفق عليه من دون استلزام وجوده، وتنطبق عليه قاعدة وارد بافيت، قال إن لم تجد لك عملا يدور لك من المال وأنت نائم فستظل تعمل حتى تموت. وإحنا هنا هذه المرحلة نريد ننتقل لها. الصنف الرابع وهو المستثمر. طبعا المستثمر هذه أعلى رتبة قد يصل إنسان ذكي رائد للأعمال، أنه يستثمر جزء من أمواله في تنمية أمواله، فيبدأ المال بخدمة المال. طيب أرجع وأسأل أقول أنت أين أنت الآن في هذه المربعات الأربعة؟ طبعا إحنا أتمنى يكون الطرح عميق وبسيط بنفس الوقت حتى نستفيد جميعا، وتكون عندنا رؤية واضحة وعندنا خطط كذلك واضحة تتناسب مع هذه الأهداف الكبيرة. أنا خلي أفترض اليوم أنا في مرحلة الأس، اللي هو مثلا رجل أو صاحب عمل حر لكن يستلزم وجودي في محل عمل. أنت الآن عضو جديد، حتى تنتقل إلى المرحلة الثالثة لتكون رائد للأعمال ويدار لك العمل من دون استلزام وجودك من خلال نظام، يجب أن تكون باني لفريق حقيقي وفريق فعال. يقوم هذا الفريق بالنمو والاستمرارية وتدفق الأموال بسبب جهد قدمته سابقا وبسبب نظام وضعته لهم، أو يدار عملك من خلال هذا النظام، فتصل إلى مرحلة ريادة الأعمال ويبدأ الوقت بخدمتك ويبدأ المال بخدمتك. هذا يا أخواني إحنا ما نصبو له حقيقة. إذا ما كانت عندك رؤية واضحة بهذه الأمور ممكن تتعثر كثيرا، ممكن أن لن تصل أبدا. لذلك نشوف بعض الأخوة حقيقي يلام عليهم ركضهم وراء الرتب من دون رتب حقيقية، أو ركضهم وراء الرتب الكثيرة والسريعة من دون الحصول على فريق حقيقي. لا، نرجع ونسأل ونقول أنت هل في مرحلة ما إذا توقفت عن دعم فريقك أو توقفت عن شراء وتعويض النقاط لسيم الناس وصادم الناس، هل يستمر التدفقات المالية عندك؟ إذا قلت نعم أقول لك أنت في السيفتي سايد، في بر الأمان. لكن أن توقف الدخل وأنت نائم وأنت مسافر وأنت متوفى، مثل ما تعرفون إحنا عندنا نظام التوريث الذكي في دي أكسن، فأنت حقيقة في مخاطرة كبيرة ومخاطرة شديدة. لذلك نحتاج إلى بناء فريق حقيقي، يقوم هذا الفريق الحقيقي بالنوم المستمر، والحمد لله إحنا في دي أكسن عندنا نظام حقيقي مالي وعندنا نظام متكامل، لكن يحتاج أن تبني فريق حقيقي حتى يمضي مع النظام بصورة حقيقية وتحصل على دخل لا يستلزم وجودك في محل العمل. هذه النتيجة يا أخوان هي اللي تدفعنا أنه حقيقة نقف كثيرا عند بناء الفريق. أفضل وأهم شخص عندك في الفريق هو أنت، وأهم قائد في فريقك هو أنت. فإذا ما ربيت في نفسك مواصفات القائد وعلمت نفسك وتعبت على نفسك وقدمت لنفسك مقدمات حقيقية من خلالها تصل إلى كونك قائد وراعي للفريق، ونحن نبحث عن رعاية وليست مسؤولية كمسؤولية المدير أو مسؤولية الشخص بالأعمال التقليدية، لا، أنت راعي لفريقك وراعي لمن تعول من الفريق فهم مسؤوليتك، فتبدأ ببناء القائد الحقيقي في نفسك، ثم تعكس ما عندك من مهارات وتبدأ بنمذجة ما عندك وما عند القادة الآخرين بالمهارات الجيدة والمناسبة لفريقك بما يتناسب مع طبيعة عملنا وطبيعة مشروعنا. الآن أرجع أسأل أسئلة هامة يجب أن تسألها بينك وبين نفسك. ما هو دورك في دي أكسن؟ راح نرجع ونقول ما الذي ستقوم به قبل أن ما الذي ستقوم به أنت لماذا في دي أكسن؟ هل أنت مستثمر؟ احنا ركزنا في الجزئية الثالثة الأخيرة، أنت مستثمر. مثل ما ذكرنا أنه المستثمر أو رائد الأعمال في أي مشروع يجب أن يكون عنده نظام يدار له العمل به من دون استلزام وجوده. طيب أنت متى ستصل إلى هذه المرحلة؟ لابد من بناء فريق حقيقي وفريق فعال. طيب متى ستبني الفريق الفعال وتصل بهم ومن خلالهم إلى هذه المرحلة؟ إذا بنيت قائد حقيقي في نفسك، ثم
سعيت باستنساخ ما عندك من مواصفات جيدة ونمذجت ما عند القادة الآخرين في فريقك وبدأت بجني الثمار بعد أن بنيت أساس حقيقي. هذه النتيجة أخوان هي اللي تدفعنا أنه حقيقة نقف كثيرا عند بناء الفريق. أفضل وأهم شخص عندك في الفريق هو أنت، وأهم قائد في فريقك هو أنت. فإذا ما ربيت في نفسك مواصفات القائد وعلمت نفسك وتعبت على نفسك وقدمت لنفسك مقدمات حقيقية من خلالها تصل إلى كونك قائد وراعي للفريق، ونحن نبحث عن رعاية وليست مسؤولية كمسؤولية المدير أو مسؤولية الشخص بالأعمال التقليد، لا، أنت راعي لفريقك وراعي لمن تعول من الفريق فهم مسؤوليتك. فتبدأ ببناء القائد الحقيقي في نفسك، ثم تعكس ما عندك من مهارات وتبدأ بنمذجة ما عندك وما عند القادة الآخرين بالمهارات الجيدة والمناسبة لفريقك بما يتناسب مع طبيعة عملنا وطبيعة مشروعنا. الآن أرجع أسأل أسئلة هامة يجب أن تسألها بينك وبين نفسك. ما هو دورك في DXN؟ راح نرجع ونقول ما الذي ستقوم به قبل أن ما الذي ستقوم به أنت لماذا في DXN؟ هل أنت مستثمر؟ احنا ركزنا في الجزئية الثالثة الأخيرة، أنت مستثمر مثل ما ذكرنا أنه المستثمر أو رائد الأعمال في أي مشروع يجب أن يكون عنده نظام يدار له العمل به من دون استلزام وجوده. طيب أنت متى ستصل إلى هذه المرحلة؟ لابد من بناء فريق حقيقي وفريق فعال. طيب متى ستبني الفريق الفعال وتصل بهم ومن خلالهم إلى هذه المرحلة إذا بنيت قائد حقيقي في نفسك؟ ثم سعيت باستنساخ ما عندك من مواصفات جيدة ونمذجت ما عند القادة الآخرين في فريقك وبدأت بجني الثمار بعد أن بنيت أساس حقيقي. بعد ما أنت تقوم بعملية بناء القائد الحقيقي في نفسك، الآن جاء دورك برسم خارطة الطريق جيدة ومناسبة لمن عندك من الفريق. الآن بخطوات عملية بسيطة، لابد من تصنيف الفريق إلى أصناف مختلفة، منهم من يكون مستهلك، فلابد من تعزيز القناعة بالمنتجات الصحية وفوائد المنتجات والنظام الصحي المتوازن ليتناسب مع ثقافة DXN وقوانين DXN. فهذا الصنف رسمت له خارطة الطريق مناسبة، لأن لماذا عنده صحية؟ فماذا ما الذي ستقوم به؟ لازم توفر له الثقافة الصحية والنظام الصحي المناسب لأنه هو طالب للصحة. كيف؟ الطرق كثيرة طبعا، ممكن تحول فيديو، ممكن تحول فوائد منتجات، ممكن يدخل دورة، ممكن تعزز بثقافة صحية، وما أكثر ما شاء الله الآن في زمن الحالي مثل ما ذكرنا كثير من العلوم الآن نضجت، وكثير من العلوم الآن فيها تفصيل التفصيل. طيب لو كان صنف ثاني من فريقك هم مستثمر أو مستهلك حكيم، المستهلك الحكيم ممكن أنت طبعا في مرحلة ما تحول المستهلك إلى مستهلك حكيم من خلال التمرحل مع هذا الشخص والتحول به من مستهلك عادي إلى عضو مستهلك، ممكن أن يخرج بمنتجاته مجانا، وهذه طبيعة بشرية سبحان الله. الإنسان رب العالمين يقول وإنه لحب الخير لشديد، فكل إنسان يود أن المنتجات تكون مجانية حتى لو كان ملتي ملياردير. فأنت الآن لو كان عندك مستهلك وحولت إلى مستهلك حكيم، إيش خارطة الطريق المناسبة له؟ حاول أن تساعد في بناء فريق من المستهلكين لأنه مستهلك، فلابد أن تتعامل معه بعقلية المستهلك الحكيم. تبدأ بعرض المنتجات وفوائدها، التنوع بالمنتجات، لا تكتفي بعرض المنتجات المعنية اللي استخدمها المستهلك، قد يكون بدأ لعارض صحي واستهلك جزء من المكملات، أنت توسع بالمنتجات الأخرى لأن منتجاتنا استهلاكية يومية، والمستهلك إذا استهلك المنتجات الاستهلاكية اليومية ممكن ما يتوقف، لكن في مرحلة ما لضعف الثقافة لضعف البيئة المناسبة قد يتوقف عن منتجات أنقذتها من آثار صحية مخيفة أو مرض مخيف، لكن ما ممكن يتوقف عن استخدام منتجات يومية من الصباح إلى المساء. تساعد في عملية الاستخدام، تساعد في عملية فوائد المنتجات واستخداماته، وتساعد بعرض الفكرة على بيئته ومحيطه حتى يبدأ بالنمو كقاعدة استهلاك كبيرة وتخرج منتجاته مجانية. فهذه خارطة الطريق المناسبة لهذه الفئة. الصنف الثالث وهو المهم اللي نتكلم عنه وهو صنف المستثمر، اللي هو شريكك بالنجاح في هذه الشركة، واللي تسعى أن يكون يعني حقيقة هو جزء هام من نموك ومن نجاحك، ويمكن يكون خط رئيسي بخطوطك الرئيسية في صناعة النجاح مع DXN. هذا الشخص يجب أن تبدأ به خطوة خطوة، لا تتعجل نتائج معه. ابدأ بالمعلومات الأساسية،
ابدأ بما دائما نذكره أنه في كل علم يوجد أساسيات ومهارات، ابدأ بالأساسيات ثم ابدأ معه بالخطوات الأولى حتى تضمن جودة العمل مع جودة المعلومات. بهذه الطريقة أنت حققت الجودة بالمعلومة وصولها للفئات المختلفة، لأن كل فئة لها معلومات تناسب لها لماذا تختلف، فبالتالي ماذا يجب أن تكون مختلفة وكيف سوف تكون مختلفة، وممكن لاحقا أن نغير ببعض الخطوات. أخواني، من خلال هذه الخطوات البسيطة إحنا لابد تكون عندنا حقيقة وضوح رؤية بالموضوع، ولابد تكون عندنا وحدة هدف، وأهدافنا يجب أن تكون ذكية. فإحنا يجب أن تكون عندنا أهداف واضحة، فبالتالي نضع لها الخطط الواضحة ونغطيها بكيفيات واضحة. الآن من خلال هذه الخطوات البسيطة إحنا راح تكون عندنا الوجهة واحدة، والوجهة والهدف واضح، وعندنا رؤية واضحة تجاه الأهداف الموضوع، بالتالي حتى الخطوات الموضوعة راح تكون خطوات مرحلية. دائما إحنا إشكالي عندنا حقيقة بنمط التفكير وإشكاليتنا في وضوح الرؤية في البداية، فكثير من الناس يتخلى عن أهدافه لأنه أصلا مواضح عند الأهداف. كثير من الناس يتنصل عن الخطط اللي وضعها لأنه أصلا الأهداف عنده مو قوية. كثير من الناس ما وصل لما وضع له من خطط لأن أهدافه ما كانت ذكية. كثير من الناس ما أحسن صياغة الأهداف لأنه ما وضع أهداف معنوية مع الأهداف المادية، من مساعدة الناس، من حب الخير، من جانب الروحي، من إلى آخر كثير من الأمور. فبالتالي وضع له هدفا واحدا، وبالتالي كانت الانطلاقة نحو هذا الهدف ضعيفة. حددوا الأهداف، وسعوا الأهداف عندكم، خلوا الشركة DXN تصل لكل بيت، تساعد كل مريض، تساعد كل محتاج، تساعد كل محتاج فكريا وماديا. حقيقة احنا الآن يعني نخوض غمار ثورة عارمة تجاه المال والأعمال، لكن كثير من الناس عندهم تشتت. كثير من الناس نلاقي حقيقة من الضعف في إيصال الفكرة عند بعض كثير من الأعضاء، لأن هو أصلا مشتت، ما عنده وحدة هدف. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، هي عبارة عن خواطر ومقدمات أساسية في بناء الفريق الفعال. يجب أن نعرف أين نحن الآن، ويجب أن نعرف أين يجب أن نكون، ثم نضع الخطة المناسبة. والخطط ما شاء الله يعني ما قصر كثير من الأخوة المدربين في بناء الفريق الفعال والأساسيات التعلم، لذلك أنا ما ركزت على المقدمات الأساسية في بناء الفريق الفعال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما يجب أن نكون من استحقاقنا، لأن إحنا في مجتمعنا العربي وفي مجتمع الشرق الأوسط حقيقة مجتمع قوي جدا في هذه الصناعة، لأن هذه الصناعة تعتمد على العلاقات الاجتماعية والجانب الأخلاقي والجانب الروحي، وهذه حقيقة المواصفات أكثر ما توجد في مجتمع الشرق الأوسط. نراكم سفراء ملكيين كما أنتم سفراء في الأخلاق، سفراء في العطاء، سفراء في كل شيء. أخوكم ومحبكم مهندس حسام علي. دكتور عبد الرزاق، والله قصتي يعني إن شاء الله هي ببساطة. حقيقاني يعني في وزارة النفط مسؤول شعبة السلامة والصحة المهنية، فكان أحد القطاعات ضمن مسؤوليتي هو القطاع الطبي، فكان الطبيب والصيدلاني يعني ضمن مسؤولياتي. فكنت أنا حقيقة مصاب بالقولون المزمن والقرحة النازفة، وكنت مهتم أصلا بالأعشاب الطبية والأعشاب الطبيعية وغيرها، لكن ما وجدت ضالتي في أي منتج يعني ينقذني من هذه الأمراض. فكنت دائما المنتجات اللي تعالج كمنتجات طبية كيميائية اللي تعالج القرحة وتعالج القولون، بحكم كان عندي ضغط نفسي تجاه العمل والمسؤوليات الكبيرة، فكانت في حلي وترحالي. فجاء أخونا الحبيب أستاذ رياض زيد اللي كان زميلي في العمل وصديقي وصديق من يعني من سنين كثيرة، عرض علي البداية كمنتجات. فقال أبو يوسف أكو منتجات طبيعية، وأنا مهتم بالغذاء الطبيعي، فقال لي منتجات ممكن أن تكون بديل عن هذه الأدوية. فقلت له خير إن شاء الله، حول لي المعلومات اللي عندك والروابط، وكانت الروابط جدا جدا قليلة. هذا تكلم بالعام 2014، يمكن بداية 2014 أو منتصف أو قبل. فقلت له لا بس حول المعلومات، كانت معلومات بسيطة والروابط بسيطة، وكان من ضمنها محاضرات الأستاذ حمزة البلوشي، تحية خاصة له من القلب أبو عبد العزيز، عن ثلاثية المرض ثلاثية الشفاء. جدا جدا أعجبت بهذه الاستراتيجية وهذه الثقافة، لأن هي ثقافة تلامس اهتماماتي وثقافة واضحة، وهو جمال DXN واضح ونافع في نفس الوقت. فقلت له خلاص أنا أريد المنتجات، واعتبرني أنا معاك، خلاص أريد أكون مستهلك للمنتجات. ما كان عندي توجه
يعني توجه بزنس، كان توجه صحي بحت. فكان في وقتها ما الوكالة غير ناضجة وكانت غير موجودة والمنتجات غير متوفرة، فتأخر توفير المنتجات لفترة طويلة إلى أن صارت أحداث في بلدنا، حادث الحرب، انتقلنا من مكان إلى مكان آخر. طبعا تغيرت المعطيات، الحاجز النفسي زاد، الضغط النفسي زاد، فالقولون بالتالي هو عصبي وغذائي، والحمد لله زاد القولون مأساة أكثر. إلى أن تقريبا في نهاية 2014 تواصلت مع الأخ رياض، فقال لي أخبارك أبو يوسف؟ قلت له والله الحمد لله 10 ساعات تقريبا إلى 12 ساعة فقط أتصفح بالأخبار من قناة إلى قناة، فهذا الأمر زاد الطينة بلة كما يقال. فقال شو رأيك نعيد معلومات عن الموضوع؟ قلت له تمام، حول لي المعلومات. فبدأت حقيقة بنهم كبير، حولت العشر 12 ساعة سماع للأخبار المحلية والأخبار العالمية في بلدنا والبلدان الأخرى إلى 10 12 ساعة قراءة حول دي اكسن ومنتجات دي اكسن ونظام دي اكسن. ف يعني كان الإنسان منضغط في اتجاه معين، وتم توجيه هاي الطاقة باتجاه مجرى آخر. فسبحان الله تحولت إلى قارئ بنهم، وأنا من سابقا يعني كنت مهتم بالقراءة وتطوير الذات في مختلف العلوم. فقمت أقرأ للمعلومات عن دي اكسن ومنتجات دي اكسن أكثر من 10 12 ساعة، أحيانا أحول بعض الروابط والمعلومات اللي أجدها في اليوتيوب اللي أجدها كروابط عامة ابو عبد الرحمن استاذ رياض، بحيث يستغرب يقول لي من وين لقيت هذه؟ شلون عرفتها؟ قلت له خلاص بديت انا فضت بالموضوع. فكان اكو معوقات في البدايه حقيقه، لكن بنيت قناعه انه هذا مشروع حقيقي وممكن فعلا ان يكون تعويض للسنين اللي ضيعناها وتعويض لما ضيعناه خلال فتره الازمه، وفتح بارقه امل امامنا انه ممكن فعلا نجد نفسنا في مشروع حقيقي فيه شمولية متكاملة، يعني خاصة الجانب الصحي والجانب المالي والمشاريع الذكية. فبدأت الحمد لله بقوة يعني وبنهم، إلى درجة أنه أحيانا كنت أشتري بعض المنتجات سابقا بال 2015 بعد أن أنشأت العضوية بداية 2015، أحيانا أشتري المنتجات من بعض الناس بدون نقاط ومن دون أرباح وبسعر أكثر في سبيل أجرب المنتج حتى يعني أرضي ما عندي من شغف وحب للمنتجات. الحمد لله أول ناس استخدموا المنتجات أنا وعائلتي ومن معي، يعني من أهلي ومن نسايبي. الحمد لله أكثر من نجحت معهم هم البيئة اللي حوالي، لأن كنت مؤثر بثقافتي ومؤثر بمعلوماتي ومصداقيتي بيناتهم، لأن كنا الحمد لله نشغل حيز جيد في الجانب الوظيفي والجانب الاجتماعي. فكانت الرؤية واضحة وانطلاقة جيدة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنا من ثاني شهر كنت وكيل نجم، من ثاني شهر أنا مستهلك حكيم، يعني عمولاتي كانت تغطي 100 نقطة فما فوق، ولا زلت مستهلك حكيم والرؤية واضحة والخطوات راسخة من فضل الله سبحانه وتعالى. والآن الحمد لله فريقي من أكبر الفرق الموجودة على مستوى العراق والشرق الأوسط، تجاوز عدد فريقي أكثر أو يقرب من 140 ألف يعني لحد هذه اللحظة، أو يقرب من هذا الرقم. الحمد لله رب العالمين، عندي خطوط قوية وناجحة جدا، من ممكن يكون منهم سفراء ملكيين في مطلع السنة الجاية، والطموح كبير، والاستحقاق هذا جاء نتيجة مقدمات هو من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم نتيجة سلوك أسباب حقيقية. حقيقة كان دور كبير لإخواننا والمدربين الكبار أستاذ محمود، أستاذ كمال، أستاذ رياض، يعني في بداية عملنا وانطلاقتنا، الاحتكاك ببعض المدربين المحترمين الراسخين أستاذ أحمد، ما أذكر اسم وأنسى اسم آخر حقيقة، يعني خشية أنه يزعل علينا بعض الأخوة. فالرؤية واضحة مع دي اكسن، والنجاح أكيد بعد توفيق رب العالمين، أن شركة حقيقية ونظام حقيقي، يبقى عليك أن تكون رائد أعمال حقيقي. أعمال حقيقي. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، وشاكر لمشاعركم الطيبة. طبعا هو الأصل في البناء أن يكون أفقيا، هذه قاعدة وموجودة ضمن خصائص الخطة المالية شركة ديكسن. توجد مكافآت للبناء في العمق أو الفريق في العمق، وتوجد مكافآت أفضل للتوسع الأفقي، هذه مذكورة في نص كتب دي اكسن. ومن الواقع العملي لخطة دي اكسن، اللي يفهم خطة دي اكسن يرى انه الاصل في البناء ان يكون افقيا، يعني الدايركت لاين، والاصل في النزول عموديا يكون من خلال التدريب والمتابعة، لا يكون من خلال يعني تعويض الاعضاء واحد تحت الاخر. احنا ما نريد نبني نحفر ابار، احنا نريد نبني فريق حقيقي. الفريق الحقيقي يعني يكون من خلال الدايركت لاين، ومن خلال النزول ما سميناه بالنزول الذكي للأجيال في الخطوط المختلفة. أنا هذه قناعة مقتنع بها قبل سنين،
ووجدت عليه أثر جيد في فريقي وكثير من الأخوة اللي طبقوا هذه القناة اللي هو التوسع الأفقي مع النزول الذكي، ليكون النزول للأجيال، للناس المهتمين في الأجيال المختلفة بالرعاية والتدريب والمتابعة، الحين ما يكون عندك هذا خط أساسي. فالجميل في النظام المالي دي اكس، الخطة المالية، انه في عندنا شيء يسمى الانضغاط الديناميكي. فهذا الانضغاط الديناميكي يؤهلك انه اي شخص تحصل عليه قائد في اي خط معين وفي اي مستوى معين، اذا ركزت عليه يعتبر لك هذا الخط متأهل كوكيل نجم او نجم ماسي. فالاصل في البناء يكون افقي، والاصل بالنزول العمودي يكون من خلال الرعاية الحقيقية للفريق بالتدريب والمتابعة. فيكم جميعا وصلى الله يوفقكم. حقيقة أشكر جميع المداخلات، يعني أخشى أنه أجيب على أحد دون الآخر بالمباركة والتهنئة. الأصل الحقيقة بالدعوة، خليني أقرأ السؤال، كيف شرح المنتجات أو شرح البزنس؟ يعني لابد من مقدمات صحيحة. إحنا الناس اللي نتكلم معهم لهم مفاتيح للدخول، فما يوجد صيغة واحدة لكل الناس، عندنا الناس مختلفين، فبالتالي رغباتهم واحتياجاتهم مختلفة. فإذا قدمت شيء معين لشخص ما يرغبه كأني قدمت اللحوم لشخص نباتي، يعني أنا أقدم لحم هو من أفضل ما يكون جودة عندي في بيتي وبيئتي، لكن لما أقدم اللحم لشخص نباتي كأني يعني أقدم له سم. فبالتالي لابد من معرفة رغبة المقابل وتقديم ما عندك من حلول أو ما عندك من حلول. فمثلا شخص جانب المنتجات والجانب الصحي، لابد بالبداية نقول إيش قلنا في البداية، أول ما تؤسس القائد الحقيقي في نفسك. القادة هم يمتازون بمزايا كثيرة، من ضمنها القادة هم القراء. فدائما القائد يعني يكون عنده معلومات جيدة، عنده معلومات رصينة، عنده عرض جيد، وهذه من خلال التدرب والتمرس والاستمرار بهذا الشيء. فكل شخص له رغبة معينة، فبالتالي كل إنسان لابد تقدم له رغبته وتضع له حلول من عندك من خلال مشروعك الشمولي. فحقيقة نقول بالبداية تعلم ثم تعلم ثم تكلم، يعني ما ينفع الإنسان يبادر بالتكلم عن المنتجات وفوائدها أو يبادر بالكلام مع الناس عن البزنس ومزاياه من دون أن هو شخصيا يعني يتشبع بالمعلومات الصحيحة ثم يتكلم. لكن لا نعقد الأمور، هي معلومات بسيطة. التعلم بالبداية يكون بالمعلومات الأساسية المبسطة اللي تكفينا كبداية للانطلاقة الأولية. في الانطلاقة الأولية اللي نتكلم مع الناس عن المنتج أو عن الخدمة اللي نقدمها كبزنس، نحتاج معلومات مبسطة، قراءة بسيطة عن المنتجات، قراءة بسيطة عن نظام المالي للشركة، قراءة بسيطة عن الشركة وتاريخها. هذا يكفي كمرحلة أولى، لكن نستمر بالتعلم ونبدأ بعرض الفكرة بأسلوب مبسط ولا نعقد الأمور، هي المسألة مبسطة. لكن الاستمرار بالتعلم راح يعطينا فسحة أكبر بتوصيل الفكرة بصورة مبسطة. شوف، الإنسان دائما حتى يغير وضعه من شيء إلى أفضل لابد يستمر بالتطور، لأن إحنا حقيقة ما يخفى عليكم الآن في عصر تطور وتطور سريع جدا. يعني تصوروا حتى البيانات الموجودة في الجوالات، الموجودة في البرامجيات، مستمرة بالتحديث. فأنت إن لم تكون مستمر بالتحديث راح تكون مثل نوكيا قبل 15 سنة. من مع احترام للشركة الآن بدأت تطور من يعني مزاياها ومن جوالات حتى لا يزالون جماعة نوكيا. فشامي كلام أنه إحنا كانت عندنا قناعات كثيرة مختلفة، كانت عندنا ثقافات مختلفة، الحمد لله من خلال دي اكسن وبسبب دي اكسن استمرنا بتطوير ما ينفع مشروعنا. فحقيقة بالفترة الأخيرة يعني كنت مهتم جدا بما يخص التسويق وبناء المحتوى التسويقي، بما يخص الوسائل البيع الذكية، وهذه ممكن الإنسان يطور نفسه من خلال قراءة والسماع ودخول دورات، من خلال تطوير الوضع بمنصات التواصل الاجتماعي، لأن هذه أصبحت وسائل لابد منها. لأن إحنا حقيقة دائما الإنسان الناجح ينظر لنفسه ما هي المهام والواجبات الملقاة عليه مقابل الوظيفة أو العمل الحر. طيب إحنا في عمل حر وبزنس كبير، دورك أنت كعضو في دي اكسن إيش هو دورك؟ أنت موصوف بوصف كونك موزع مستقل. الموزع المستقل يعني مسوق. طيب أنت ماذا تسوق؟ تسوق منتجات وتسوق خدمة، والجميل في ديكسن عندها منتج وعندها خدمة. فبالتالي أنت لابد تطور رسالتك التسويقية، لابد تطور من مهاراتك التسويقية. قد نكون إحنا من خلفيات مختلفة، الشركة ما وضعت لنا شروط معينة الإنسان حتى ينجح في ديكسن أو ينجح مع منتج وخدمة ديكسن يكون ذو مواصفات عالية. لا، ممكن الإنسان الأم ينجح
ممكن البروفيسور ينجح، ممكن البروفيسور يفشل والإنسان الأمي ينجح، لأن المقدمات عند هذا اختلفت عند هذا. فبالتالي كل إنسان يحتاج أنه يطور مهاراته باستمرار، لكن لابد من نقطة نظام في هذا الجانب. ابدأ بما عندك واستمر بالتطوير واستمر بالعمل، يعني لا تنتظر أن تصل مرحلة اللي يسموه بيرفيكيشن، يعني توصل مرحلة أنه تكون مثالي إلى درجة عالية يلا تبدأ بالعمل. هذه من أكبر الأخطاء. يعني أضرب مثل بسيط، الآن يدخل في مجال السوشيال ميديا على منصة معينة، كأن تكون فيسبوك أو اليوتيوب، كل اللي نجحوا في هذا المجال بدأوا بداية بسيطة بل مضحكة. يعني أنا أشوف بعض اليوتيوبر أو أشوف بعض اللي عندهم صفحات وصلت للملايين، بداياتهم كانت مضحكة، من جوال ضعيف وإيده ترجف وصوته ضعيف ومحتواه بسيط، لكن بدأ بما عنده واستمر بالتطوير وحقق نجاحات كبيرة. احنا مشروعنا الحمد لله ناضج، وفكرتنا ناضجة، وكل شيء معد لك مسبقا، وصناعة البيع المباشر معدة لك مسبقا، وعندك قصص نجاحات كثيرة، وعندك استدلالات كثيرة على طريقة النجاح. لكن انت ابدأ بما عندك بداية بسيطة، جرب المنتج، اقرأ عن المنتج، اقرأ عن الشركة، اقرأ عن النظام، تكلم مع محيطك اللي حولك، ثم طور معلوماتك وتوسع بالمحيط اللي بعده وتوسع، وهكذا راح تشوف نفسك حققت شيء كثير وتركت أثر كبير من نتيجة مقدمات بسيطة. فابدأ بما عندك، لا تتأخر كثيرا، لا تنتظر توصل مرحلة مثالية قصوى حتى تبدأ. هذه من أكبر المعوقات اللي تصير عند بعض الأخوة. هذه المقدمة قد تكون هي فرضية ليست بصحيحة. ليش؟ الآن الناس اللي حققت نجاحات على مستوى السفير الملكي، على مستوى رتب عالية، على مستوى دخل كبير، هل هم أطباء متخصصين بالجانوديرما أو السبايرولينا أو الكورديسبس؟ هل هم ناس متخصصين في الجانب الصيدلي والطبي؟ هل هم ناس متخصصين؟ يا أخواني، هذه المقدمات لا نضعها عائق أمامنا وهي ليست حقيقية. يعني أنت ما يستلزم منك أن تكون دكتور حتى تنجح في هذا المجال، لأن أنت تتعامل مع غذاء، ولا يستلزم منك أن تكون بروفيسور بالتسويق حتى تنجح، لأنك مع منتجات استهلاكية يومية، ولا يستلزم من عندك أن تكون ذو مهارات خارقة وإمكانيات خارقة حتى تنجح، لأن ناس أميين حققوا النجاحات كبيرة بلغة الأرقام ولغة النتائج. فبالتالي إحنا لا نضع معوقات كبيرة أمامنا، أنه يشترط على الشخص يعرف الريشي، يعرف الريشي بالماليزي، يعرف الريشي بالصيني، يعرف الريشي بالياباني، والاسم العلمي والمكونات والآثار الجانبية والآثار، هذه ما يستلزم أبداً. فإحنا لا نضع مقدمات هي ليست موجودة ونلزم نفسنا بها حتى نربط النجاح بها. هاي من أكبر الأخطاء إخواني. منتجاتنا غذائية طبيعية، تعلم عنها ما تستطيع، لكن لا تشغل نفسك بالتعمق كثيرا. دائما العلم عبارة عن حلقات متحدة المركز. إيش الحلقات متحدة المركز؟ يعني دائرة بطن دائرة أو داخل دائرة. الحلقة الأولى هي المعلومات الأساسية المبسطة، تعلم عن الشركة ببساطة، تعلم عن النظام، اقرأ عن المنتجات، معلومات بسيطة. ممكن تكتفي بمنشور أو منشورين، أو مقال عن الريشي، مقال عن سبيرولينا، أو فيديو لكل منتج. هذه المعلومات كافية أنه تطرح المشروع لبيئتك المحيطة بك. لذلك خبراء صناعة البيع المباشر لما ذكروا لك أنك وقود صناعة البيع المباشر هي قائمة الأسماء، قائمة الأسماء هم محيطك أول شيء، وناسك ومعارفك ومن تؤثر عليهم. فبالتالي هذه الحلقة الأولى من الناس اللي حواليك ما يحتاجون إلى معلومات معمقة ومعلومات معقدة حتى توصل لهم الفكرة، لا، هم ناس حواليك يثقون بك، يثقون بمعلومتك، فإذا وصلتهم المعلومة بسيطة مقبولة بطرح مقبول تقبل. لكن الحلقة الثانية لما تتوسع، توسع بالمعلومات حتى تتوسع بالمحيط اللي راح تتكلم معاه بالمعلومة الجديدة. فلا نعقد الأمور إخواني، نحاول نبسط الأمور. والاحترافي ليست معناها التعقيد، الاحترافي معناها التبسيط أكثر. حقيقة دائما نقول ونسمع أنه دي أكسن لكل الناس، لكن ليست كل الناس دي أكسن. هذه حقيقة واقعية يا أخواني. يعني إحنا ما ملزمين بدعوة وقبول الناس كلها حتى ننجح بالمشروع. يعني كلكم يذكر كلمة إيريك ووري ولا غير من خبراء في مجال، لما يقول دعوت كذا واللي استجابوا كذا واللي جعلوني مليونير هم 10 أو 11 شخص. فهو جمالية صناعة البيع المباشر هي عملية مضاعفة بالنتائج من خلال مضاعفة فريقك. فاحرص على ما عندك من فريق، واستمر بتنمية الفريق اللي عندك، اتعب عليهم، حافظ على رأس المال اللي هو فريقك في البداية، اصرف عليهم 80% من وقتك وجهدك وما يستلزم من إنجاحهم وتطويرهم، 20% ابدأ بجلب
رأس مال جديد اللي هم بناء فريق جديد. فأنا اللي أنصح به إنه أول شيء ما نعقد الأمور، ثاني شيء نستمر بالبحث والتنقيب عن أناس مناسبين لهذه الصناعة. لأن إحنا حقيقة البحث نبحث عن صنفية من الناس أشوف هم المناسبين للصناعة، الصنف هو مهيئ لهذه الصناعة وكان يبحث عن فرصة مشابهة، وأنت كنت السبب بوصول هذه الفكرة إليه، فهذا مهيئ ومعد، أنت مجرد وضعته بالمكان المناسب وفي الطريق المناسب، هو بدأ بشق طريق. وهذا نجدهم يعني عبارة عن واحد بالألف، واحد بالعشرة آلاف، وعددهم قليل جدا. الصنف الثاني اللي الساعدة بالدلالة على هكذا مشاريع، والساعدة بتطوير نمط تفكيره، الساعدة بتطوير بناء خطة عمله، الساعدة بتطوير إمكانياته وخارطة الطريق للنجاح. فهذا الصنف تحتاج تشتغل عليه، أنه قد يكون هو سابقا ما مهتم بهكذا صناعة، أو قد يكون إشارة أو شعلة معينة ألجأت لعمل إضافي أو فكرة إضافية أو منتج أدخل من ضمن ثقافته الصحية. فهذا محتاج أنك تتعب عليه وتدربه وتهيئ لهذا الصناعة. فإحنا دورنا يا أخواني، إحنا دورنا عملية تنقيب، التنقيب يجب أن تكون مستمرة، الاستقطاب يجب أن يكون مستمر، التسجيل يجب أن يكون مستمر لأسباب كثيرة من ضمنها زيادة احتمالية الحصول على ناس مناسبين لهذا الصناعة، وهذه مهمة جدا. يعني الآن خلينا نتخيل بيدنا نرد، اللي هو إحنا بالعراق نسميه الزار أو النرد معروف، حتى تحصل على الرقم 6 عندك احتمالية 1 إلى 6 حتى تحصل. طيب إذا تريد تحصل عدد كبير من رقم 6 إيش تعمل؟ تزيد من عملية رمي النرد، يعني تزيد من عملية عرض الموضوع أو طرح الموضوع على عدد أكبر من الناس، والتوسع أكثر حتى نحصل على الجواهر اللي هي راح تكون فريدة حول العالم. المسألة اللي تهون علينا الأمر والسهل علينا المهمة أنه منتجاتنا صحية طبيعية ومنتجاتنا استهلاكية، فممكن فريقك يكون من المستهلكين، وممكن فريقك ترتقي به أن يكون مستهلكين حكماء، وممكن كذلك ترتقي بالمستهلك الحكماء إلى أن يكونوا مستثمرين باستهلاكهم اليومي. فهذه بقت دورك أنت كقائد، مثل ما ذكرنا أهم قائد في فريقك هو أنت، وتبدأ بعكس ما عندك على فريقك، وإن شاء الله النتائج تأتي. مسألة الانضمام للدخل المادي فقط، يعني هاي هي ليست سبة كما يقال، وليست هي عيب. يعني أنا شخص دخل قال لك أنا أطور وضع المالي، دورنا إحنا إيش معه؟ نعزز هذا الجانب، لأن هذا سبب رئيسي للدخول، فنعزز عنده أدوات النجاح في الجانب المالي. هذه النقطة الأولى ومهمة، لا يعاب على الشخص اللي دخل لسبب مالي، لكن حاول أنه نساعده بتغيير قناعاته بالتمرحل معه. من خلال إيش؟ أول شيء نبدأ قدر الإمكان يجرب بعض المنتجات، لأن نقول له أنت كمسوق ذكي وتريد تحصل أرباح وتريد تحقق نجاحات، لابد أن يكون كلامك مقنع، لابد تتعرف على مزايا المنتج، وهذا مو خاص فقط في شركتنا، اللي مسوق لشركة تويوتا على الأقل يقرأ ويجرب المنتج حتى يتكلم بمصداقية أكبر. لأن أنا كشخص مستهلك أو صاحب مبيعات، لما أسأل المندوب أو أسأل المسوق أقول له أنت المنتج عرفه، جربته، ما هي مواصفاته، فتبدأ معاه بتجربة بعض المنتجات، ثم تبدأ بتعزيز الجانب الثقافي حول المنتجات وحول الصناعة. حقيقة أنه شخص جاء لغرض مادي بحت، ممكن لاحقا يغير قناعاته، فشوي شوي انتقل معه، بعدين اعزز به الجانب الاجتماعي، اعزز به الجانب الروحي، الجانب الاخلاقي، لان هذه الصناعه تحتاج الى اخلاقيات، واي صناعه من دون اخلاقيات بغض النظر عن نوع المنتج ونوع الخدمه اللي تقدمها قد تنهار. فبالتالي انت عزز عنده انه هذه الجوانب هي راح تقوي عنده الناتج المالي، وهي بالحقيقه مستقبلا راح تغير عنده من قناعات. فاذا كان شخص مرن وشخص فعلا خلفية قائد وإمكانية قائد، راح يتغير جذريا، لأن راح يشوف هذه الأمور وهذه الأمور هي أساسية ومهمة بتغيير نتائج المالية. أحيانا إخواني كل يعني مشروع على كبر المشروع أو على كبر المهمة ممكن تجينا تحديات على قدرها. يعني أنا حقيقة لما أبني بيت من طابق واحد عندي تحديات، لكن لما أبني ناطح السحاب أكيد تكون تحديات أكبر. فإحنا أمام مشروع عبارة عن مشروع كبير ينفع في الحياة وبعد الممات من خلال نظام المال المانح ونظام التوريث، وهو فيه نفع متعدد ونفع متعدي. فهذه المشاريع وهذه المواصفات أكيد بها تحديات، يعني التحديات قد تكون من الأقارب، من النفس ابتداء، أو أكبر تحدي هو داخل التحدي النفسي. فبداية لازم عندنا مقدمات أنه لكل مشروع ناجح تحديات ولكل نجاح أعداء، هذه مقدمة أساسية. فلما يجينا ناس
يعني أعداء للنجاح أو تجينا تحديات، إحنا سابقا عندنا حصانة من هذا الأمر. يعني مثل الآن لو جاء أعاذنا الله وإياكم من فيروس كوفيد 19 على شخص ضعيف المناعة وعلى شخص قوي المناعة، وإن شاء الله كلكم أصحاب دي أكسن، يعني أهل مناعة وأهل منعة. فلو جاءنا الفيروس لجسم قوي المناعة، أكيد الجسم يعني راح يقاوم، لأن عنده ما يجابه هذا الفيروس. فأنت لابد أن تحصن نفسك بهذه المقدمات، أنه لكل نجاح أعداء ولكل نجاح تحديات، فلابد أن تعدى هذه المرحلة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، دائما لا تقف كثيرا عند السلبيين. العالم ما شاء الله الآن اقترب من 8 مليار، عدد أعضاء ديكسن يعني 10 مليون وشوي، يعني أمامنا عدد كبير وكبير جدا. ممكن أن تغير البيئة، ممكن تغير وسائل الطرح مالتك، قد تكون وسائل الفيزيائية حولها إلى وسائل عن طريق السوشيال ميديا. ابدي طور من مهاراتك وإمكانياتك، لأن حقيقة المهارات وطرح الفكرة وعرض الفكرة لها أثر كبير، وهكذا بالاستمرار راح تحصل على ناس مثلك أو هم أفضل مني ومنك. وهذا هو طموحنا، أن نحصل على ناس هم أمثالنا أو أفضل من عندنا حتى نبني فريق حقيقي. حتى بارك الله فيك، سؤال جميل. الحقيقة الرؤية المستقبلية مع عالم ديكسن رؤية مشرقة جدا جدا جدا. ليش يا اخواني؟ شوفوا، اكو كل مشروع فيه متغيرات وفيه ثوابت. الثوابت هو قوة الأعمدة اللي يقف عليها المشروع. إذا كانت الأعمدة اللي يقف عليها المشروع ضعيفة فأنت في خطر. المشاريع الذكية في صناعة البيع المباشر، إذا ما كان عندها منتج حقيقي وما كان عندها نظام حقيقي مانح ورصين، وما كانت الشركة قائمة على أصول ثابتة وقائمة على شهادات راسخة وصناعة قوية ورسوخ بمعنى الشركات الراسخة، فأنت الآن في محل خطر. لكن إذا كانت عندك شركة تمتلك هذه المقدمات فالمتغيرات سهلة. يعني أنا أسمع البارحة يمكن الكلام الدكتور اللي كان في محضر النقاش مع شركات منافسة في تايلاند أو الفلبين، فقال اللي إجوا يعني من شركات أخرى، من شركة سي، من الشركات من البلدان المختلفة، قال إجوا بطقم من الملابس واتيكيت معين، وقالوا جونا جماعه دي اكسن قابلوهم ب 15 كرسي، وهذا اللابس قميص احمر، هذا اللابس يعني الوان قوس قزح كلها موجوده. فيقول واجهناهم واحد جالس مكان مقابل اخر، فيقول بداوا بالتهجم، انتم كذا وانتم كذا وانتم كذا وانتم كذا. فالدكتور اللي بعد ما كان يبتسم وجاوبه بجواب المطمئن قال له سولف لي عن العمولات، تكلم لي عن العمولات، البونص تبعك، الشركه تبعك، انا ايش فائده انشغل بالباكج للمنتج وانشغل بلبس الطقم وانا منتجي ضعيف ودخلي ضعيف. فشوفوا محاكمه العقلاء، دائما نتحاكم على الثوابت. الان شركات المنافسه لما تجي تنافس قال لك انا اعطيك كذا ارباح، اعطيك سياره، اعطيك بيت. طيب هل ثوابت الشركه راسخه وقويه؟ هل المنتج قوي؟ انت تملك المنتج، انت تصنع المنتج، انت تزرع المنتج. هذه مهمه جدا، لأن أكثر من 90% من شركات البيع المباشر هي ما تمتلك المنتج، وهي ليست صاحبة المزارع والمصانع والطرق التصنيع والتعبئة والخزن أو التصدير، هي فقط تدير منتج. يعني المنتج غير مقصود لذاته، والمنتج عبارة عن أداة لترويج فكرتهم، لكن دي أكثر منتج حقيقي. هل أنت صاحب شركة قوية راسخة ممتدة عالميا وعندك نظام عالمي؟ هل أنت صاحب نظام حقيقي مالي مانح عادل، ممكن فعلا انك تكون نفسيتك مستقره امام هذه التحديات وهذه الشركات المنافسه؟ اذا اجبت بنعم فانت في المكان الصحيح. لذلك احنا الحمد لله الثوابت الاساسي لشركه ديكسن جدا قويه. يبقى المتغيرات هي في تطوير وتغير مستمر. يعني اليوم الموقع جيد، غدا صار اجمل، اليوم اللغه العربيه ضعيفه بكره صارت افضل، اليوم ماكو لجنه بكره راح يصير لجنه، اليوم الذكاء الصناعي ضعيف بكره راح يصير الذكاء الصناعي اذكى وافضل. فبالتالي الوسائل بتحسن مستمر. وتخيلوا يوما ما من خلال التطور الحادث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي وعملية الأتمتة، ممكن نصل إلى نتائج انفجارية من خلال هذه الأنظمة الحديثة إذا كان عندنا شركة حقيقية. هذا الجانب الأول. النصيحة، مسألة رد اعتراضات صعوبة العمل. يعني صعوبة العمل مقارنة بماذا؟ يعني احنا الان شغلنا اعمال وظيفيه واعمال تجاريه تقليديه. يعني يا اخوان احيانا في اي تجاره تقليديه، اي عمل وظيفي، تحتاج ان تنشئ اي شيء بعملك من الصفر او من تحت الصفر. انت الان في صناعه البيع المباشر مع شركه رصينه ومع شركه ممتده في اكثر من 80 دوله ونظام ممتد في كل العالم،
أنت ما عندك شيء إلا أن تكون مسوق ذكي ببساطة، أو تكون مستهلك حكيم بذكاء، أو تكون تعرض فكرتك ومنتجك ببساطة وثم تطور. مثل ما قلنا، ابدأ بما عندك وطور اللي عندك حتى تحصل على شيء كبير. فبالتالي أنا عندي كل شيء معد مسبقا، والعجلة موجودة، ما عليك إلا أن تديرها. فالشخص اللي وجد عجلة وما عليه إلا أن يديره ويتكاسل ويقول هذا الأمر صعب، هذا شخص غير مناسب للصناعة، أو اهتماماته وطموحاته ضعيفة، ما تناسب مع أن يكون رائد للأعمال، أو أن يكون صاحب طموح كبير، أو أن يكون صاحب اهتمام يوصله للنجاحات. فمثل هكذا أناس هم غير مناسبين لهذا الصناعة. ممكن يبقى مستهلك عادي، ممكن يصل مرحلة مستهلك حكيم، منتجات تطلع له مجاني، لكن ما ممكن أن يكون رائد للأعمال في هذا الصناعة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، لابد من تطوير الوسائل. أنا حقيقة أنصح كثيرا الآن جميع الأخوة بتطوير 3 مهارات أساسية، وأنا من أكثر من 6 أشهر أنادي بتطوير هذه المهارات الأساسية لأهميتها. تطوير مهارتك في التسويق، وتقرأ وتسمع وتدخل دورات، أصرف من جيبك، ما في مشكلة، تعلم التسويق. وتطوير موضوع البيع اللي هو إغلاق صفقة البيع سواء كان منتج أو خدمة، وتطوير نفسك في وسائل التواصل الاجتماعي. يا أخوان، نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، فقط الفيسبوك جمهوره 2 مليار واقترب من 2 مليار ونص، يعني نتكلم عن يعني ثلث العالم يرتاد منصة معينة. طيب أنا إذا عندي منصة توصلني المليارين وشوي، ليش خايف أنا؟ فبالتالي تطوير المهارات يعني تجنبنا كثير من هذه العقبات. مثل ما تعرفون المحفزات صنفين، محفز داخلي أو محفز خارجي. الأصل في التحفيز أن يكون الجمرة داخلية، ودائما التحفيز الداخلي يعني ينبع من أمور كثيرة، والأخوة الموجودين يعني أكثر اختصاصا مني بهذا المجال، لكن على عجالة، غالبا حتى تكون عندك جمرة داخلية وتكون عندك حافز لا ينطفئ، ممكن أن يزيد ولا ينقص، وإذا نقص فالشيء بسيط ما يعيب القوة الجمرة اللي عندك. دائما الناس تحفز نفسها بالعقبات، تحفز نفسها بتاريخها، تحفز نفسها بالأهداف الكبيرة، تحفز نفسها مثلا بمشكلة وقعت لو ما قدر يعالجها لضيق المال أو لضعف الصحة أو لضعف اليد، أو مثلا كانت عنده ظروف معينة وكانت مؤلمة جدا، ظروف مادية، ظروف اقتصادية، ظروف أخلاقية. مثلا كان عنده حافز شمولي، مثلا مسألة الضعف بالعلاقات الاجتماعية كانت مؤثرة جدا عليه، ما قدر يعالجه، الآن ممكن يعالجه من خلال هذا المشروع الشمولي. الجانب الروحي، الإنسان يقدم خير لكثير من الناس، وهذا جانب مهم في الثلة كبيرة من الأعضاء. يقول لك أنا أحب أنه أستفيد وأفيد نفس الوقت، لكن أقدم نفع الناس على نفعي، وهذا شيء طيب. بعض الناس عنده توجه صحي، بعض ما قدر يحقق هذا التوجه الصحي قبل DXM. فبالتالي الجمرة الداخلية يجب أن تغذى من خلال هذه المحفزات. الجمرة الخارجية أن تعيش بيئة النجاح مع الناجحين، تسمع محاضرات، تلتقي بالناجحين، تحتك بهم، تنتقي وتلتقي بالمهارات الهامة، وتنتقي المهارات النافعة من الأشخاص المختلفين، وتعمل نمذجة لشخصيتك، هذا اللي يوصلك للنجاح الكبير. فالتحفيز هو بالأصل داخلي، والتحفيز الخارجي يكون مساعد للتحفيز الداخلي.